الترابيزة دي كلها على اللي فيها المشير السيسي انه كرئيس، لا مش كرئيس، كقائد جيش رفض كل اللي كان موجود هناك. اولا كان الاخ محمد كرسي كان لما بيجي يتكلم يقول ما حدش يضحك ان هو نسميه محمد كرسي، انا قال لك في الشين اكتب يا فندم محمد مرسي، بس انا قال لك في الشين في منطقة محمد كرسي، معلش انا ما كنتش بقولك في التلفزيون غيره كده، واخد بال حضرتك. فمحمد مرسي او محمد كرسي لما جه على اساس الكرسي، عشان كده انا بقول الكرسي، هو لا يليق انه يبقى رئيس جمهورية ولا عنده خلفية سياسية ولا اي حاجة، وده كان مندوب زي ما انا قلت قبل كده مندوب شارع 10 بتاع المقطم في الاتحادية، فده ملوش غير انه هو يدي قرار الصبح ويلغيه بعد الظهر. حتى لما جه عين 2 متحدثين رسميين عشان واحد يقول القرار والتاني يلغيه، ده كان المبدأ بتاعه. فإحنا عاوزين بس نحط الأمور في نصابها. الحوثيين التخطيط بتاعهم كان عدن مش صنعاء عشان يقفل باب المندب، لأن لو قفل باب المندب يبقى قفل قناة السويس، ده تخطيط إيران. يبقى عندهم هرمز وعندهم باب المندب بالظبط، يبقى خلصت العملية وبالتالي قفل كل التجارة الخارجية العالمية وأصبحت في إيده، ده التخطيط. طبعا المشير السيسي لما جه وقلب الدنيا وشال مرسي وبدأت الجيش متماسك، الجيش منهارش، ده كانت بالبداية كان الجيل الرابع انه كان لازم يشتغل على مصر، والشغل اللي انتوا شايفينه القنابل والتفجيرات والكلام ده كله هو ده الجيل الرابع اللي شغال دلوقتي على اساس انه ياخد الجيش المصري يشده من اطرافه، زي ما قال لويس، شد من الاطراف على اساس تقطيع اوصال الجيش المصري. المؤامرة كانت موجودة هنا في مصر في عهد هذا الرئيس المعزول، ان في طيارة كانت بتطلع كل يوم حد واربع، وانا كتبت الكلام ده وقلته في التلفزيون ومسؤوليتي، 125 واحد على الطيارة دي من مرسى علم كل يوم حد واربع تطلع على مصراتة، وجبنا لهم صور كاملة بالتدريب بتاعهم في مصراتة. الكلام ده من 3 سنين ومحدش كان مصدقنا، 125 كل يوم حد واربع، وصلوا ل20,000 وجابوا 20 مدرعة زي الجيش المصري. بعد كده حذرت من الرتب والملابس العسكرية وتم تهريبها وتم ان هم مسكوها وهي رايحة ليبيا، وبدأوا يعملوا فتح ثغرات في الحدود بيننا وبين ليبيا، وحذرت وقلت الكلام ده، تحرك الجيش المصري وسد هذه الثغرات، وبدأنا نتفرج على البنغازي واللي بيحصل فيها، وعاوزين يضربوا في مصر، وهم اللي عملوا الفرافرة واللي انتوا شفتوه. مصر بقى كبانوراما لازم نبص لها الصح، نلاقي الشمال الشرقي هنلاقي اسرائيل وحماس، نيجي نلاقي الغرب ليبيا ومصراتة الاخوان المسلمين، ده كل ده في داعش اللي هي الدولة الاسلامية في العراق والشام، وفي دالم الدولة الاسلامية في ليبيا ومصر، ودي يتبع دول داعش ودالم حاجة واحدة، خدت بال حضرتك؟ دالم بقى تيجي عشان تخرب في مصر وليبيا، يبقى انت عندك الغرب مهدد. تيجي في الجنوب الاخ عمر البشير اللي هو رفع ايديه مع السيسي، احنا معلش كسياسة ماشي، انما احنا لا نأمن شره لانه هو اخوان مسلمين ومعرف بانه اخوان مسلمين، عمر البشير وهو النصير بتاعهم وهو اللي كان جمعهم عنده هناك في السودان. نيجي لاثيوبيا نلاقي سد اسمه كان سد الألفية، أصبح بقى سد النهضة بعد محمد مرسي مزارهم، وكلمة النهضة اللي كانوا ماشيين بها الإخوان المسلمين فسمي سد النهضة تيمنا ومباركة عشان يبقى سد تبع الإخوان المسلمين. السد كان رايح هناك بالرجل اللي قبل الأمن اللي كان معايا ده في زيارة الأثيوبي، الأمن نبهه أنه لا ده في مطار خطورة السد. فكمان يعني الرجل ما هو باع يعني باع حلايب وشلاتين وبرماد في ليلة، صباحنا الصبح لقينا مساعد وزير الخارجية السوداني بيقول إن حلايب وشلاتين سودانية. هذا الكلام اللي احنا شايفينه نلاقي في الغرب بعد كده اليمن الحوثيين، هنلاقي الدول العربية ودول الخليج، ودي لا حول لها ولا قوة لأنها مسيرة برضو اقتصادها مرتبط تماما بالحبل السري مع الغرب ومع الولايات المتحدة، وهي اللي بتقول تمشي ولا ما تمشيش. يعني عشان الضربة دي تمشي كان لازم السعودية تاخد إذن من أمريكا، وحصل وعملت يعني الدعم اللوجستي
على اساس ان هم يديهم تسليح الطيارات اللي عندهم، لان ما بيدوا الطيارات من غير تسليح، وده احنا خدنا وشفنا المآسي في الطيارات اللي جت لنا من امريكا وما كانش بيدونا التسليح بتاع الطيارات نفسها. حتى فرنسا كمان لما جبنا منها الالفا جيت والجازيل كان بيبعتوا لنا التسليح لما بيبقى عندنا مناوره او عندنا تخرج دفعه، يبعت لي التسليح بتاع الطيارات، فكانوا متحكمين ومسكنا من رقبتنا. احسن خطوه خدها المشير السيسي او الرئيس السيسي ان هو تنويع مصادر السلاح، وبدا يتجه ناحيه الشرق ويبقى وبيجيب من الشرق ومن الغرب، وجاب الرافائيل من فرنسا، بس مشترطين لازم التسليح بتاعها يبقى كامل هنا. الى ان يتم حاجه معينه ان احنا نعمل التسليح بايدينا هيتن الظروف بتاعنا والتهديدات موجوده. احنا للاسف لا لا انا هقول لحضرتك حاجه تانية، يعني مش بتكلم عن التسليح دلوقتي لان ده مرتبط. لا انا قصدي دي كان محور لوحده من الندوه، كنت عايز اسال حضرتك فيه. ما انا هقوله. احنا كنا بننتج طيارتين سنه 65 بالتعاون مع الهند، طياره اسمها حلوان 300 ودي مقاتله، وحلوان 200 طياره تدريب كانت في الكليه الجويه كنا بندرب عليها الطلبه. حلوان 300 لما حصل حرب 67 والعرب سابوا الهيئه العربيه للتصنيع، خدتها الهند وراحت عملت تحالف او تصنيع مشترك مع فرنسا اللي طلعت بعد كده ميراج 3، ده احنا اللي عاملينها. العقول المصريه. ايوه فهم. العقول المصريه عامله. لا 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 ما لا معلش، هو كان لسه كان في البروتوتايب. لا البروتوتايب حصل فيها حاجه ان المحرك كان رولز رويس والجسم الفيزولاج بتاعتها كان تقيل شويه، فكان المفروض يتخفف، كان بس انما طارت الطياره وعملت التجارب، يعني كانت في التجارب بتاعتها انها تتعمل كطياره مقاتله، انما احنا انتجناها وسميت بعد كده ميراج 3. فإحنا عندنا العقول التي تستطيع أن تصنع الأسلحة كاملة عندنا وأكثر من إيران، لكن بينقصنا كلمة الإرادة، وتقلب الحروف بتاعت الإرادة تبقى الإدارة. دي مهمة جدا علشان تقدر تصنع تسليحك بنفسك وتعتمد على نفسك قبل ما تعتمد على الغير، ويبقى مسكك من رقبتك بناء على سياستك انت ماشي معاه كويس ولا مش ماشي معاه كويس. ودخلنا كده يبقى احنا بقينا حلف او احنا حليف للدول الكبرى. حضرتك تقصد بالاراده، الاراده السياسيه المصريه، الاراده السياسيه على الاراده السياسيه العربية. المصريه العربيه وممكن الافريقيه، لان احنا دوله افريقيه قبل ما نكون دوله عربيه. احنا امتدادنا افريقي، تمام حضرتك؟ يعني احنا الجزء بتاع سينا هو اللي في اسيا اللي هو بينضم للعرب، انما احنا اساس ارضنا كلها في افريقيا، وامتدادنا مع افريقيا ومصالحنا مع افريقيا. مصالحنا مع العرب ان احنا قوميه عربيه وعلى عيننا وعلى راسنا، واحنا الحزب اللي بننادي بالقوميه العربيه وبالنادي بالقياده المشتركه زي ما كانت موجوده ولسه موجوده لغايه دلوقتي. اما تيجي وانت راكب مترو بتاع المرغني تلاقي القيادة المشتركة وبعديها محطة فاتن حمامة، فلسه بينادوا عليها بالقيادة المشتركة. نتوقف الكلام ده كله مكان الفريق علي عامر. كان علي علي معلش العالي علي عامر هو ده اللي كان موجود القيادة المشتركة. القيادة المشتركة لا انا شفته، انما مش قابلته شخصيا، انا كنت طبعا ملازم تاني يعني. اما كان علي عامر موجود في القيادة العربية المشتركة كنت انا ملازم تاني لسه، ما ينفعش ملازم تاني هيقعد مع فريق يعني. انما بالنسبه للقياده المشتركه كانت موجوده، ودي كان بينادي بيها جمال عبد الناصر، ودي اللي مات بسببها جمال عبد الناصر القوميه العربيه، لانه كان مؤمن بان القياده العربيه لازم تبقى كلها موحده، وان في جيش عربي وسوق عربي مشترك وقياده جيش موحد للعرب، على اساس ان احنا نعمل جميع المواصفات ونعمل التكامل كامل بيننا وبين الدول العربيه. لحسن الحظ، انا بقول لحسن الحظ ان الحوثيين ركبوا اليمن، ودي كانت البدايه اللي هتبقى كويسه جدا للانطلاقه بتاعه قوات عربيه مشتركه تقدر تدافع عن العرب وتقدر تدافع عن الارهاب في كل مكان. سوريا اما اتكلمت عليها برضو في التلفزيون جابوا لي واحد سوري وقال لازم بشار يمشي، قلت له انا ماليش دعوه بشار، انا ليا دعوه بتكسير الجيش السوري، ده اللي انا بدور عليه. لان احنا لما دخلنا حرب دخلنا حرب احنا وسوريا والعراق، احنا دخلنا الحرب دي معاهم، وكان في تعاون مشترك كامل من ضمن الاركان حرب اللي انا كنت باخدها الماجستير، الخطه بتاعتنا كامل كانت موجوده. ولكن للاسف العلويين هم العلويين، ما فيش فايده. قبل الحرب ب 48 ساعه كانوا واخدين مهمات
المهام بتاعتهم انهم ضرب المطارات الإسرائيلية، واحنا نضرب المطارات في سيناء لان المدايات بتاعت الطيارات ما تكفيش. المدايات المدايات قبل الحرب ب 48 ساعه هو قال احنا عاوزين طيارات عشان تساعدنا في الضرب، فبعتنا له سربين ميج 17 بطيارينهم قبل الحرب 48 ساعة. للأسف الشديد ودي كانت هتبقى المصيبة الكبرى، تنازل وقال لا مش هقدر أضرب القواعد الإسرائيلية، فكان اللود علينا. حتى في تطوير الهجوم مفيش فاعل عالم كله حد يقول تطوير الهجوم في الجرائد رسميا، لأن دي من ضمنها المبادئة والمفاجأة والسرية والسرية المفاجأة والكلام ده كله. في بلد اسمها سعسع على بعد 30 كيلو متر من دمشق، وصلت القوات الإسرائيلية هناك للأسف بكل بجاح. السوريين برضو للأسف العلويين قالوا ان ما فيش عندنا حاجة اسمها قرية اسمها سعسع، وهي موجودة على الخريطة وكانوا على بعد هناك. فإحنا أعلننا هذا الكلام عشان نتلقى الضربات الإسرائيلية ونخفف الحمل عن سوريا والضغط يبقى علينا احنا، وكانت نتيجتها ان احنا كان حصل لنا خسائر كبيرة ومن ضمن أسباب الثغرة. لازم تبقى الأمور واضحة للناس. فالجيش المصري جيش قومي على الدول العربية بالكامل، يحمي الدول العربية بالكامل. فما تيجي تبص كده تلاقي الحلقات كلها من فوق كبانوراما، تلاقي حلقة منصوبة حوالين مصر بضغط كامل على حوالين مصر. تكسر الحلقة دي ازاي؟ كانت البداية ان هو الرئيس السيسي لما راح اثيوبيا، احنا عندنا مشروع للمية. مين تحديدا وراء هذا الخطة؟ امريكا طبعا، امريكا طبعا، لان صرفت 45 مليار، مش هتسيبك يعني، ما تصرفتهمش لانه بيستوجب دلوقتي في الكونجرس. زائد لما راحوا الاخوان البنتاجون، انا نزلت برضو عندكم في لا في الدستور، نزلت قلت الاخوان المسلمين هم المتحدثين الرسميين باسم الولايات المتحدة، لان هم اللي بيتكلموا باسم الولايات المتحدة. وبعدين الولايات المتحدة 100 مكيال يقولوا ده احنا دي طيف من اطياف الشعب المصري واحنا استقبلناه. ازاي طيف وانت بتقول انا ضد داعش وضد الإخوان المسلمين ودول تطرف وتقابلهم، ترجع تاني تقول داعش تقعد مع الأطياف في ليبيا علشان يعملوا المفاوضات؟ قال أنت معترف بداعش في ليبيا وما أنتش معترف بداعش في العراق وسوريا. 100 مكيال. للأسف الشديد أنا رحت أمريكا وعشت فيها 7 شهور. هؤلاء الناس لا يحترمون إلا القوي، لأن هم مبدأهم اللي قاموا عليه مبدأ القوة كالآتي: 120 مليون هندي اتقتلوا في 100 سنة، هندي أحمر عشان يحتلوا البلد بتاعته. بعتوا ناس استراليا 100 مليون استرالي في 100 سنة. أساسا في استراليين دلوقتي موجودين حاليا أصليين عايشين في كهوف، إنسان بدائي في استراليا. ما هم رافضين لأن دي بلدهم، فهم رافضين هذا الاحتلال. فالتطهير العرقي الأبيض ضد أي جنسيات أخرى موجود من الأزل، وأمريكا قائمة على هذا، وأمريكا لا تحترم إلا الأقوياء. ومن الطالع الغريب جدا أن أمريكا دخلت كذا حرب، حوالي 6 حروب، وخسرت 6 حروب، لم تنتصر في معركة واحدة. أنا بطالب الشعب المصري جميع الحروب بتاعتها بالكامل، فيتنام، العراق كله، المواجهات التقليديه، انما مش في الحرب العالميه الاولى ولا الثانيه، لا خسرانين، خسروا. بقول لحضرتك المواجهات بتاعتهم هم خسروا 6 حروب بتاعتهم، ما فيش حرب واحده انتصروا فيها. انا بطالب وما زلت بقى طالبت بالكلام ده بقالي سنه ونص بحارب وبقول في عرض النبي يا جماعه اسمعوني، يا مصر اسمعوني، عاوزين 9 مليون مواطن شباب يبقوا في حاجه اسمها الدفاع الشعبي، كل شهر لابد ان يقوموا بالتدريب شهريا، الناس دي تاخد شهر في السنه تدريب، لان للاسف الشديد ما بقاش عندنا وزاره التربيه والتعليم، بقى عندنا وزاره التعليم. حضرتك التربيه العسكريه في المدارس، ما انا بقول لحضرتك عندنا وزاره التعليم. ده التربيه العسكريه بس، انت عندك التربيه العسكريه والتربيه الموسيقيه والتربيه الفنيه والتربيه الدينيه والتربيه الزراعيه، كل ده اتلغى، فاصبحت دلوقتي وزاره التعليم فقط. وزاره التعليم وللاسف برضو تعليم فاسد، لانه لا يسير مع مقتضيات سوق العمل. هذا التعليم فاسد لأنه لا يلبي طلبات سوق العمل. أنت بتخرج دكاترة النهاردة ومهندسين قاعدين على القهوة بأعداد، وما أنتش لأن ما عندكش خطة للتعليم أنه يناسب سوق العمل واحتياجات سوق العمل. وده خطة موجودة عندنا في الحزب، إحنا جاهزين بيها مع وزير التربية والتعليم، لو حب نوريها له
يعني ما عندكش للاسف الشديد انت دوله بتنتج الجرانيت وبتنتج الرخام وما عندكش معهد جرانيت واحد ولا معهد رخام واحد، لانك انت بتصدر الخام بتاعك. مبدانا لا تصدير للخام، لابد من التصنيع، وتصنيع الخام هنا هيلبي طلبات، لان النبي عليه الصلاه والسلام قال من بات امنا في سربه معافا في جسده وعنده وعنده قوت يومه كانما حيزت له الدنيا بحذافيرها. دي الروشتة، الامن الاول، نيجي للصحه، لان انت بتصرف على المريض مرتين، مره في مرضه ومره ما بينتكش، يبقى دي مرتين بيغرمك مرتين. وبعدين وعنده قوت يومه، يعني البطاله، البطاله عندك اكبر ثروه بشريه في العالم، دي اسمها ثروه بشريه، ما اسمهاش كده. انت عندك الشباب 60% من وطن من بلدك، وده تبقى دوله فتيه ينقصها الادفانس تكنولوجي، ان احنا ندرب هذه الثروه البشريه في الاتجاه الصح علشان ما نصدرش الخام بتاعنا ويتم التصنيع هنا. ونلاقي على سبيل المثال، هدي مثال واحد وبعد كده مش هتكلم، المانيا الشرقيه والمانيا الغربيه اتحدوا ليه؟ المانيا الشرقيه هل هم علشان المان؟ لا، المانيا الغربيه اكبر اقتصاد في العالم، فكانت كل واحد ما دام انت عندك اقتصاد هتبقى صاحب شركه، لما مش هتبقى عامل، فبيدوروا على الفنيين والعمال، دوروا عليهم في حتتين، في المانيا الشرقيه اللي كانت تابعه لروسيا وهم دول اللي فيهم الفنيين، وبصوا لمصر مبارك كول عشان يعلموا الخمس سنين الصناعيين وياخدوا من عندك الناس من هنا علشان تشتغل هناك، تقيم الدوله الالمانيه تانية، لان الدوله الالمانيه عندها اقتصاد وما عندهاش الفنيين دلوقتي. واللي ماسكها انجيلا ميركل اللي هي المانيا شرقيه اساسا دلوقتي، فخلاص كله الاقتصاد بتاعها عالي، وبالتالي ما عندهمش الفنيين. انت عندك الثروه البشريه ولم توجهها للتوجيه المظبوط عشان تستثمرها، ولم توجه هذا العلم اللي عندك علشان انت عندك مثلا واحد، انا يعني على سبيل المثال عندك في حاجه اسمها لحام ارجون وكربون تحت الميه، الساعه ب 5000 يورو، بتستورد ناس علشان يشتغلوا عندك في البترول، ده ينفع؟ وانت عندك الثروه البشريه بتاعتك لابد ان تؤهل. فاحنا لسه ناقصنا الاراده علشان نوجه هذا الكلام. بالنسبة للمؤتمر الاقتصادي اللي حصل، بأشجعه وبصفق ليه وبنحني ليه، ولكن فاته خير كثير، لم يتكلم عن الفقر والمشروع لمكافحة الفقر والسلم الاجتماعي، لم يتكلم عنه، ولكن يتكلم عن خطط بعد 3 سنين وبعد 5 سنين، لكن احنا دلوقتي في الآنية اللي احنا مهمة المستثمرين يجوا مستثمرين ويشتغلوا في 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 تنمية العشوائيات الفقيرة، علشان انت منتظر ثورة أرجو من الله ألا تحدث في مصر وهي ثورة الجياع. شكرا. أنا عايز أسأل حضرتك سؤال بس، معلش عبد المنان يا جماعة، هو جايز يكون بعيد عن النبي شوية وممكن يكون مطلوب بقى، لماذا لم تكرر مصر ضربات الجوية لمواقع داعش؟ هل هناك تحذير أمريكي؟ لا، أنت الموضوع مش كده، أنت لسه مفتوح لغاية دلوقتي. لا لسه، لا 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 لا، مفيش الكلام ده ومحدش يقدر يعمله لسبب واحد، لأنك أنت دلوقتي متعاون مع القوات الليبية اللي موجودة، ومتعاون مع الناس اللي موجودين هناك، أنت بتشتغل بتفاهم، لأن أنت مفيش حاجة اسمها ضربات جوية لوحدها. يعني انت النهارده عشان تقنعني ان داعش بتتضرب من امريكا بضربات جويه، لا، ده هم بيقولوا لهم هنضرب في الحته الفلانيه يسيبوها، عملوا 50 طلعه والنتيجه 5 خسائر، خمس افراد، دول كانوا نايمين طبعا، او حد كان منهك، او حد كان سكران. لسه دلوقتي مجلس الدفاع الوطني لسه منعقد، ما اتقفلش يعني، ما فده مش موجود. انما اللي موجود عند حضرتك الضربات الجويه لا تفي بالحروب، الضربه الجويه يستتبعها دخول على الارض، دخول على الارض ده لاحتلال الارض، هو ده التمكين، وهي دي السيطره المحليه والسيطره الاستراتيجيه. هل تتوقع ان في يعني مشاركه بريه لمصر؟ طبعا هم اتكلموا عن اعلنت لا واعلنت وقال بري اذا لازم الامر هيبقى كده. طيب شكرا لست اللواء، تحت امرك يا فندم. ننتقل الان الى سيادة اللواء. ده بغرض ان انا اقدر اسيطر على اراده هذه الدوله، او على اقل تقدير الوصول الى نقطه تاثير في اراده هذه الدوله. يعني معلش يا باشمهندس، كان له عباره غريبه جدا، انا يعني توقفت قدامها، قال لك ان القوى الذكيه حضرتك تعني ان عدوك يستيقظ ليجد نفسه ميتا دون ان يكشف. تمام، بروفيسور ماكسيمن ويرينج يعني هو بيخوض حروب، يعني انا ضد حرب، انا مش دليل ان هي حرب،
سواء استخدام بقى منظمات المجتمع المدني سواء هنشوفها في الفيديو. هنلاقي الحته ديت هنجيبها في الفيديو دلوقتي وهو بيتكلم في حروب الجيل الرابع وبعد زعزعه الاستقرار وخلق دوله فاشله يستيقظ عدو الله لجد نفسه ميتا. تمام هنشوفها في الفيديو كمان شويه. تمام يبقى اذا زي ما قلنا حروب الجيل الرابع عرفنا حروب الجيل الرابع ان هي عمليه انهاك وتاكل لدوله بعمليه ببطء وبهدوء بس عمليه مستمره يعني خد سنوات. تمام ومواطنين الدوله العدو اللي هو الدوله اللي هو مستهدفها مش قادرين يحسوا انه في مواجهه مباشره. يعني الحروب الجيل الرابع مش اكشن زي مثلا مش اكشن ولكن هي بروسيس عمليه مستمره بالظبط كده. تمام عمليه انهاك والتاكل تتم عن طريق زعزعة الاستقرار. هنلاقي امبارح الولايات المتحدة الأمريكية وهي بتطلع البيان بتاعها على الحوثيين وبتقول بتستخدم هذا اللفظ الاكسبريشن دوت انه الحوثيين بيعملوا عملية زعزعة استقرار في اليمن. تمام عملية زعزعة الاستقرار دي ان الاسطول الامريكي موجود في الخليج العربي موجود في المحيط الهندي موجود في البحر الاحمر ومع ذلك السفن هناك هي بتنقل يعني بتنقل الاسلحه للحوثيين عين عينا والامريكان هم غصب امريكا معي هو ده اللي بالضبط هو ده دول مستعمره والاثنين متحدين في الهدف صراع ايرادات بالضبط كده. طيب هرجع تاني زعزعة الاستقرار دي بتتم او عمليه الانهاك والتاكل اللي بتحصل ببطء ديت عن طريق استهداف المرافق الاقتصاديه خطوط المواصلات زي ما احنا شفنا المترو في وقت معين بنوقف المترو ابراج الكهرباء القطوره خطوط السكه الحديد كل شيء يحصل عليها ضرب وبتاع الاستيلاء على بعض المدن زي ما كان مخطط في من الاخوان المسلمين او الولايات المتحده الامريكيه يعني بأداتهم لتنفيذ هذا في مصر هم الاخوان المسلمين انه يتم نقل مجموعه من الارهابيين المدربين الى سيناء لخلق منطقه موجود فيها مجموعة من الإرهابيين مسلحين تصبح هذه المنطقة خارج سيطرة ونفوذ الدولة تمام بالضبط كده. ضرب مؤسسات الدولة ومحاولات التشويه والاستهانة بها طول الوقت احنا كنا بنشوف انه من بعد 25 يناير محاولات تشويه للرموز المشير طنطاوي طلع السيسي حتى لغاية دلوقتي وبعض الإعلاميين كانوا بيطلعوا بيعملوا برامج شو ترفيهية وتاع ويشوه كل الرموز وكل العادات والتقاليد بتاعتنا. تمام يبقى زعزعة الاستقرار تأخذ صور متعددة في كافة المناحي والجوانب بس في الغالب بيكون الأهداف بتاعتها أهداف حميدة بمعنى أنه سوريا في ديكتاتور هما بشار ماشي زي ما يعني بيطلقوا وبالتالي لازم الشعب السوري يحصل على حريته ده وضع طبيعي وحقه ولكن هدف حميد بس اللي حصل بالفعل على الارض ايه تدمير بالظبط هو ده اللي بتكلم فيه انه هو بيقول انه زعزعه الاستقرار في الغالب تكون اهداف حميده الى حد ما حتى ينفذها مواطنو الدوله العدو. يعني عشان اقنعك مش هاجي اقول لك والله انت دمر بلدك انما لازم يكون الهدف اللي خليك تشتغل بيه هدف حميد احصل على حريتك زي 6 ابريل مثلا يا بالظبط يعني كده يحصل على حريتك وبالتالي تحصل على حريتك ماشي فتدمر بلدك زي اللي بيحصل في اليمن. تمام صراع علي عبد الله صالح وبتاع لازم اليمن يعيش اليمن السعيد اللي بقى فقير و و و بتاع فجزء بينزل في الشارع ويبتدي مسلح ويبتدي يدمر البلد زي اللي حصل في ليبيا. ليبيا كانت دوله غنيه من اجل الدكتاتور وزاحت الدكتاتور و و و ليبيا اتدمرت وهكذا بالظبط كده. تمام بالظبط كده. تمام يبقى زعزعة الاستقرار بتكون اهدافها اهداف حميده عشان يخلي مواطنو الدوله العدو او الدوله المستهدفه انها تنفذ الاهداف الاستراتيجيه بتاع الولايات المتحده الامريكيه او عمليه التدمير الذاتي. حروب الجيل الرابع عامله بالظبط انا دايما بدي مثال في كل المحاضرات عامله زي فكره انه لما يكون في قدامك شخص قوي او مجموعه قويه وانت ممكن تكون اقوى منهم يعني انه قادر ان انت تخش معاهم في مواجهه بس المواجهه دي هتكون تكلفتها عاليه قوي. من السهل ان انت تسيطر على اراده هذا الشخص ان انت تخليه يدمن الهروين. عمليه ادمان الهروين ديت بتتم بعمليه ايه عمليه بطيئه ومستمره بتديله جرعات جرعه 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 حتى وبعد فتره هو يستيقظ وهو ميتا. هي ديت نفس الفكره نفس الكونسيبت بتاع حروب الجيل الرابع. الانجليز استخدموا الحكايه دي مع الصين
المصريين في القرن 19 وحرب الافيون بالضبط. يعني هي برضه افكار مش جديده، هي تم تطويرها واستحضرها من التاريخ بالضبط. لانه انت حضرتك هتلاقي انه يعني فكره حروب الجيل الرابع ديت اللي هي الحرب البارده بين الولايات المتحده الامريكيه والاتحاد السوفيتي سابقا، ووصول من احد الادوات بقى حروب الجيل الرابع اللي هنتكلم عليها بعد شويه، وصول جورباتشوف الى راس الحكم في الاتحاد السوفيتي، بيتم تخفيض قبل ما تفكيك الولايات الاتحاد السوفيتي، يتم خفض الاسلحه النوويه او سلاح الدمار الشامل في اوروبا، وبعدين يتم تفكيك الاتحاد السوفيتي الى دول، ده عن طريق الطابور الخامس. وبعدين جورباتشوف بعد ما بيخلص المهمه بيصل الى الولايات المتحده الامريكيه، يقعد في فيلا بحوالي 20 مليون دولار وخلاص انا اديت المهمه بتاعتي. في الموضوع دوت هي حرب معلوماتيه مخابراتيه. احنا جايين احنا جايين للقصه دي. انا يعني جايين في جايين للقصه دي، احنا بس ايه بنستفيد ونشرح القصه تبقى ماشي ازاي. لا لا يا فندم، لا لا طبعا ممكن نشوف الجزء الثاني. القدرات العقلية هي السلاح الرئيسي في هذا الإطار. القدرات الذكية إنها ليست قوة النيران، دولة فاشلة. وهذه الكلمة الأخرى التي نجرؤ على التلفظ بها الحرب والدولة الفاشلة. فكرة انه هو بيعمل الكلام دوت بس مش عايز يقول لنا ان احنا بنعمل عليكم حرب او احنا بنخليكم دولة فاشلة، يعني ناس محترمة يعني سياسية. لان لا نريد ان نستخدم الكلمة لاننا نريد ان نكون دبلوماسيين، لكن الحقيقة هي انه في بعض الدول التي تحدثنا عنها في امريكا الوسطى وغيرها، فان جزء معتبر من الدولة لا يخضع لسلطتها. وهذا هو تعريف للسيادة بخلاف ما تحدثنا عنه هنا. السيادة هي التحكم في الإقليم والناس في كيان سياسي معترف به. إذا لم تتحكم الدولة في كامل إقليمها، السؤال هو من يتحكم فيه في هذا الإقليم اللي هو بقى خارج سيطرة الدولة. نستخدم مصطلح إقليم غير محكوم، وهو لفظ معقد وسأطلق عليه أنا إقليم محكوم، لكن الدولة ليست من هي تحكم فيه. إنها مجموعات غير تابعة للدولة، محاربة وعنيفة. وبهذا تخلق دولة فاشلة، ثم تستطيع أنت أن تتدخل وتحكم في هذه الدولة. ليس فقط تتحكم فيها، بل يمكنك أن تذهب لأبعد من هذا، ربما تقسيم هذه الدولة أو أن تتلاشى هذه الدولة ولم تعد موجودة. يجب أن يرعاها طرف ما لم يتحكم فيها أحد ويختطفها. هايتي كمثال وتركها تفشل كان عملية مكلفة للغاية بالنسبة للغرب. في مواقف مثل هذه ارجعتني محمد بعد اذنك، في مواقف مثل هذه اخر رجل يقف بغض النظر عن مدى اصابته هو المنتصر. تمام. يبقى زي ما احنا قلنا كده ان حروب الجيل الرابع عمليه انهاك وتاكل ببطء ولكن باستمرار بغرض احداث زعزعه للاستقرار داخل هذه الدوله، نصل الى انه الدوله الفاشله هي جزء من الدوله لا يخضع لسياده او سلطان الدوله. السيادة هو التحكم في الإقليم والناس تحت كيان سياسي معترف به. الدولة، تعريف الدولة، قطعة من الأرض لها حدود معترف بها دوليا، تمام، عليها ناس أو سكان، وفي كيان سياسي هو اللي بيقود هذه شعب وحكومة أو نظام. تمام خلاص. رقم 2 في إفشال خلق دولة فاشلة، إبطال مركز القرار السياسي. ومصر طول عمرها دولة مركزية، يعني
من بعد حرب 73 هرجع لتاني الكلام سات اللواء وانه الدول العربية توحدت مع مصر في حربها ضد اسرائيل، وكان المطلوب او بعد دراسة نتائج حرب 73 وصلوا لتوصيات انه لن نسمح مرة اخرى بتفوق السلاح الروسي على السلاح الامريكي. رقم اتنين انه اتحاد المنطقة العربية أو دول العربية يمثل تهديد مباشر للأمن القومي الإسرائيلي، وهو ما لم يسمعوا به. 73 زي ما قلنا أنه بعد البترول، فكان مطلوب أنه تقسيم المنطقة العربية على أساس عرقي أو طائفي أو مذهبي. الحقيقة في كل الدول العربية كل اللي بيحصل دلوقتي نقدر نقول أنه هو محاولة أمريكا لإصلاح ما رأته أخطاء من جانبها ظهرت في حرب 73. طبعا طبعا الى جانب انه في جزء عقائدي ديني، ده يعني شق تاني يبقى نتكلم فيه في محاضره تانية. تمام خلاص تمام، يبقى حضرتك تتكلم فيه. 73 كنا بنحارب معدات من ايام الحرب العالميه الثانيه. ده العبور بتاع الاصول، العبور ده كانت الحرب العالميه الثانيه. جت الامريكان لقوا ان السلاح الروسي كان اكثر في الجو ان هو هيتفوق على السلاح الامريكاني، نزلوا اسلحه حتى اما اثروها القوات المصريه لقوها لسه مش عامله يعني عملتش كيلومتر، ما عملتش كيلومتر واحد حد بالظبط. احنا كان عندنا مثلا الفصيله 30 واحد فيها ار بي جي وفيها تنوع رشاشه، هو كان عنده اسمه ده صاروخ صاروخ او دي انتاج نيران بتاع تمام. وبالتالي كان التوصيات اللي خرجت بعد نتائج حرب 73 انه تقسيم المنطقه العربيه على اساس عرقي، اساس عرقي زي ما احنا بنشوف مثلا في ده انا بتكلم على التوصيات اللي خرجت بقى بعد الحرب. احنا شغالين فيها بقى، ما هو ده الحرب الرابع. هو ما معلش برضو عشان من الناحيه التاريخيه فكره تقسيم العرب بعد سايكس بيكون خلاص انتهى الموضوع. سايكس بيكون ده كانت حدود ديت بدات مع اسرائيل في بنكون في سنه 51، كان يعني كفكره دوله دينيه وبتاعه وكده. طب ليه ما نعملش دوله دينيه في الموارنة مثلا؟ بالظبط كده، يعني كانت فكره التقسيم على اساس ايه؟ ما تبقاش اسرائيل هي إيه بالظبط بالظبط. انما برنارد لو الصراحه هو اللي ضخ يعني في المشروع تماما. وانا فاكر ان في برضو عباره قالها توماس فريدلاند سنه 2006 بعد غزو بعد الحرب الاسرائيليه على لبنان، قال لقد حان الوقت أن تستعيد أو أن تستخدم واشنطن أو لحظة تشرشلية. لحظة تشرشلية ده كان اجتماع حصل مع وينستون تشرشل لما كان وزير المستعمرات، لكن وزير سنة 21 أو 22 تقريبا، يعني في مطلع العشرينات، مع مين بقى؟ لورنس اللي هو إدوارد لورنس العرب. لورنس العرب في حفل عشاء في القاهرة، وخلال 10 دقائق حطوا خطوط لتنفيذ سايكس بيكو في خلال عشاء، مجرد عشاء. هو توماس فريدمان قال الكلام ده، فهي امريكا فعلا مشغوله تماما بالفكره دي. بس هل الجيل الرابع، يعني الفكره ان الجيل الرابع زي ما انت قلتوا ان ده صراع بين دوله قائمه بالمقاومات الدوليه كده وخلايا ارهابيه او تنظيمات ارهابيه جدا؟ لا، تم تطويرها بعد حرب العراق. ما هو ده الكلام فيه، احنا قلت انه تم تطوير استخدام هل يستخدم في فيديوهات في فيديوهات في فيديوهات بتتكلم في دور الولايات المتحده الامريكيه. ما احنا انا بس بنعمل سرد بس عشان الناس تبقى العمليه مترابطه كده. عايزين مخبراء زي سات اللواء وبتاع في قصه الجيل الرابع، لان احنا ما سات اللواء حضرتك متاخر. لا سات اللواء سمعت انا استاذ حسام قال على معلومات في الطرف، بس انا ركز على النقطه عند الاكسل ان حضرتك احنا انشغلنا باللي شرحه الاستاذ اللواء واللي شرحه الاستاذ، بس في اقوى من السلاح، يعني في اقوى من السلاح. في عناصر ما احنا بنتكلم فيها اهو، هو الاقوى من السلاح. عناصر الجيل الرابع مش هنفضل، لا ما اقصدش احنا مش هنفضل حضرتك، اصل القصه ايه؟ احنا 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 شعب كلنا جميل كده مع بعض في قلب بعض. احنا مش هنفضل نتكلم على الجيل الرابع في قصه الاستراتيجيه بتاعت امريكا بتقول ايه وهتعمل ايه والسلاح بتاعها ايه، ونسيب العنصر البشري اللي حضرتك اتكلمت عليه اللي انا بشتغل عليه اللي من سنه 56 حضرتك بقى مش من بيشتغل على العنصر البشري اللي هو 9 مليون شاب مصري لازم يعملوا اللي هو الاتحاد الاشتراكي. انا كنت رجل الشعب الاشتراكي مش الدفاع الشعب. ايا كان المسمى بقى، ايا كان المسمى
فده مشروع كويس طبعا. يعني انا بس هل هي مصر محتاجاها؟ تسمع طبعا هل القوات المسلحه المصريه مش دلوقتي في دعوه لتجنيد البنات؟ هل مصر محتاجه ممكن؟ لا 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 بس دلوقتي القوات المسلحه حضرتك مشتته دلوقتي داخلي وخارجي وعربي. هل القوات المسلحه هتقدر هتنهك وده المطلوب؟ اسمعوا مش عاوزين يعني انت عارف ده هيبقى شبيه بحكايه الحرس السوري السوسميات دي شويه. فممكن اتكلم في حته الفوزاز. طب اسمح بس بعد اذنكم بس اخلص الحاجه اللي عندي وبعدين نفتح الكلام اللي احنا عايزينه. انا كنت اني قلت بعد حرب 73 كان المطلوب تقسيم المنطقه العربيه على اساس عرقي او طائفي او مذهبي. الحقيقه انه في كل الدول العربيه المطلوب تقسيمها وجدوا انه خاصه دول المواجهه اللي هي العراق سوريا مصر لان هي ديت الجيوش اللي كانت قادره ان هي تعمل مواجهه عسكريه مع الجيش الاسرائيلي. ففي 2003 تم تدمير الجيش العراقي اللي دخلت العراق ولغايه دلوقتي ست اللي هو يعني بتاع هتلاقي انه الاسلحه بتاع الجيش العراقي مش موجوده ومحدش عارف هي راحت فين ولا بتاع. تم تدمير الجيش العراقي. اتنين سوريا سوريا خلاص احنا كلنا شايفين سوريا واللي حصل في الجيش السوري تمام. وكان فضل عندهم مصر. تقسيم زي ما قلنا العراق عندها جزء المذهبي اللي هو في شيعة وفي سنة ممكن اقسمهم شيعة وسنة وكمان عرقي زي الاكراد في اكراد موجودين في بتاع وتركمان. سوريا نفس القصة فيها ولبنان دروز و و و و وبالتالي المنطقة حتى السعودية فيها شيعة وفيها سنة وفيها بعض العرقيات. الحقيقة انه مصر الدولة الوحيدة لما جم يعملوا هذا التصنيف لو موجود عندنا نوبيين وموجود عندنا امازيغ ولكن بعدد قليلة وما فيش حاجة تخلي انه هذه العرقيات تخرج بره او تدي الطالب انها تبقى فالحقيقة كان عندهم اشكالية في مصر. ففي احد الخبراء قال انه صعب فعلا ان احنا نقسم مصر على اساس عرقي او طائفي او مذهبي خاصه بعد محاولات الفتنه ما بين المسلمين والمسيحيين اللي هي على مر العصور وفشلت. فقال انه صعب ان احنا نفتن مصر على اساس مذهبي او طائفي او عرقي ولكن يمكن تقسيمها الى شوارع لانه الدوله المصريه منذ قديم الازل من ايام الفراعنه ومعتمده على القرار المركزي الدولة المركزية. احنا عندنا رئيس الجمهورية هو الاب هو اللي مسؤول عن كل حاجة يعني وكلنا في حماية ونفس الفكرة يعني. فالقرار المركزي دوت قالك لو تم ضرب مركزية الدولة المصرية هتحول الى شوارع بتتصارع مع بعضها البعض وده اللي كان مطلوب في 25 يناير وما بعد 25 يناير تمام. يبقى نرجع تاني بقى انه خلق الدولة المركزية بتاع المركز القرار اللي احنا كنا نتكلم فيه. هناك فشل امريكا عشان يبقى كان محبيوه في تقسيم مصر على اسس عرقيه او مذهبيه او دينيه فلجأوا الى ضرب مركز مركز المركزيه المصريه ما بالظبط كده تمام. وفشلت في 30/6 تمام. وهنا في الفيديو بيتكلم انت لما تخلق دولة فاشلة تستطيع ان تتدخل وتتحكم في هذه الدولة بل يمكنك ان تذهب الى اكثر من هذا تقسيم هذه الدولة. وكلنا شفنا الخرائط اللي اتنشرت اللي كانت في اثناء المداهمات لجامعات حقوق الانسان ودعم الديمقراطية وبتاع وكلنا شفنا الخرائط اللي اتنشرت تقسيم مصر وتقسيم المنطقة العربية باكملها. هتكلم على مشروعين مراكز الابحاث لدعم وصنع القرار الامريكي. مشروع اسمه ST21 ده صناعة الدول في القرن 21 يهدف إلى إحداث تغييرات في البناء السياسي لبعض الدول وخاصة المناوئة للولايات المتحدة الأمريكية من خلال توظيف الإعلام وتكنولوجيا الاتصالات بغرض تشكيل قوى سياسية ومدنية وشبابية داخل ساحة الخصم داخل ساحة الدولة المستهدفة ماشي تؤمن بالأفكار والقيم والمسل والسياسات الامريكيه اللي احنا بنتكلم عليها السمارت باور. يعني هو بيخليه يؤمن بالسمارت باور وبعدين بعد ما يؤمن بالسمارت باور يبتدي يزرع مجموعات من السياسيين والشباب والقوى المدنيه داخل الدوله اللي هو بيستهدفها خلاص ويتم التواصل معها عبر الانترنت ووسائل الاعلام. ده الST مشروع الST21. في مشروع تاني هو اعاده توجيه مضمار التطرف الديني.
ويهدف الى الاتصال بالجماعات والنظم الدينيه المتطرفه وفتح حوار معها عبر جهات اخرى وسيطه او من خلال وجهات مدنيه. يعني هو مش بيتصل معها مباشره ولكن عن طريق وسيط او شخصيات مدنيه بالظبط كده، بغرض تحويل حراكها والاشتراك في اللعبه الديمقراطيه بما يخدم المشروع الامريكي. واللي ساهم في هذا المشروع الحقيقه الامريكي جنسيه اليهودي الاصل جاري كوهين. هنشوف فيديو لهيلاري كلينتون وهي بتقول ما نحن صنعنا الجهاديين، اللي هو دور الولايات المتحده الامريكيه بقى في استخدام او خلق الجماعات الجهاديه والتكفيريه وبعدين استخدامها في لتنفيذ المصالح الامريكيه. ده برنامج في الولايات المتحده الامريكيه. خلق القاعده تم بواسطه جهاز السي اي اي، جهاز المخابرات الامريكيه. بقول ده المفروض كلام مجنون. طب نسمع هي بتقول ان احنا خلقنا فعلا القاعده. خلق قوة من الجهاديين في افغانستان لمواجهة الاتحاد السوفيتي ونجحنا في هذا. تمام خلصنا. هو بيقول بقى الكلام ده بيحصل تاني، ده تاريخ وبيكرر تاني مرة اخرى في ليبيا وفي اليمن وفي سوريا. وتم ترجيته في الباكستان وفي اليمن كمان. المئات من اليمنيين تم قتلهم عن طريق الجهاديين. الناس اللي احنا بنواجههم الان احنا اللي دعمناهم وخلقناهم منذ سنوات. تمام؟ دلوقتي مشروعين. هنرجع بقى لادوات بس بالنسبه لما خدت بالي من الحته الاخيره بالنسبه لليمن والليبيا وكونز كده، يعني هم بيكرروا التجربه دلوقتي ولا ايه؟ بيكرر التجربه لانه تاني هو عنده مشروع اللي هو مشروع الشرق الاوسط الكبير او الفوضى الخلاقه. تمام؟ هو مطلوب تقسيم المنطقه زي ما قلنا على اساس عرق او طائفه او مذهبي. الكلام دوت بدل ما يتم بمواجهه عسكريه مئات المليارات من الدولارات بيتم عن طريق الأزرع بتاعتهم الأدوات بتاعتهم، من ضمنها من أهم يعني هذه الأدوات اللي هو خلق الجماعات الجهادية، اللي هو بمشروع إعادة توجيه مضمار التطرف الديني تم التواصل معهم وتوجيههم إن هم ينفذوا فكرة أو يخشوا في اللعبة الديمقراطية للولايات المتحدة الأمريكية لتحقيق مصالح الولايات المتحدة الأمريكية. تمام. احنا عايزين نوصل لفكره انه في مراكز ابحاث في الولايات المتحده الامريكيه لدعم صنع القرار. يعني هنلاقي انه هل ديت المراكز دي ما فيهاش استقلاليه من ناحيه الماليه والاداريه؟ يعني انا اعرف ان مثلا كريم مستقل، انما بحس ان هو ايه كل شغله بيصب في البيت الابيض. طب خلينا نتفق انه 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 طبعا في جزء ابتدى بيقوم بفكر تمام، ولكن في لجان بيتم تشكيلها ماشي من قبل الإدارة الأمريكية، زي ما احنا كنا بنتكلم على لجنة بيكر هاملتون من شوية اللي هي في 2008، ده تم تشكيلها من قبل الإدارة الأمريكية عشان تضع سياسة جديدة للشرق الأوسط، وقلنا إنه استخدم خرجوا بالسمارت باور القوة الذكية. تمام؟ لجنة مشروع الـ ST21 ده برضو جلسة مخابرات مراكز الأبحاث اللي هي تابعة للـ CIA بتحط تصور وتوصل لنتائج ويتم عرضها على صنع قرار لإنه ياخد يمشي في هذا المسار. زي ما احنا قلنا انه اعاده توجيه مضمار التطرف الديني اللي هو تم استخدامه في اليمن وفي ليبيا سوريا، استخدام الجماعات الدينيه ديت بيجمعها وتبتدي تستخدمها في تنفيذ المخطط. احنا بنتكلم في فكره انه زي ما كان سيادتي اللي هو بيتكلم من شويه على فكره، او حضرتك كمان بتتكلم على انه من ضمن الاهداف اللي موجوده في اسرائيل ان هو يعمل دوله دينيه، الدوله اليهوديه. فعشان يعمل الدوله اليهوديه ديت لازم يبقى في دوله دينيه اسلاميه مجاوره ليها. تمام؟ وبالتالي احنا مش عايز دوله، هو عايز كابتنات زي التنظيم كويتات امارات اصغر كل ده 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 عمليه تقسيم.
ده عمليه التقسيم، ولكن انا بتكلم على الهدف، هدف الاسرائيلي ان هو تعمل دوله دينيه، فعايزه وجود اي دوله. انت هو بيعلن دلوقتي عن الدوله الاسلاميه في العراق والشام اللي هي داعش او الدوله الاسلاميه، وبيقول انا دوله دينيه. تمام خلاص، هو اليهود عايزين نفس القصه، عايزين يبقى في دوله حتى لو مسمى دوله دينيه عشان يبقى من حقه ان هو يعمل دوله دينيه هو كمان في اسرائيل. تمام بالظبط كده. خلاص الادوات المستخدمه في حروب الجيل الرابع، في مجموعه من الادوات. اول حاجه الاعلام بيوظف ازاي، وانا عايز بقى توصيف لدور الجزيره. ده جاي لك قناه الجزيره، دور الاعلام المصري. لا انا هتكلم الاول، هعدي. خدنا في 25 يناير لغايه 30/6 عملنا غسيل دماغ. طبعا ده طبعا لانه الاعلام مخترق من كل الاعلام مخترق من كل طبعا الاعلام مختلط مخترق من كل التوجهات. طيب طيب هنلاقي انه بالظبط الجزيره، انا هتكلم مباشره على الجزيره، وقبل ما اتكلم على الجزيره هتكلم على قطر. لا انا هدي مثال واضح وفج اللي هو الجزيره. تمام الجزيره هي قناه زراع اعلامي لدوله قطر. دوله قطر دوله صغيره الحجم، او بصينا على الخريطه العالميه مش هتطلع حجم راس دبوس على الخريطه العالميه. دوله غنيه فيها غاز، تعداد السكان بتاعها قليل، مطمع اقليمي مطمع اقليمي لاي قوه. اللي بيحمي دولة قطر هي القاعدة العسكرية الولايات المتحدة الأمريكية، والقاعدة العسكرية في قطر أكبر قاعدة عسكرية خارج حدود الولايات المتحدة الأمريكية. أكبر قاعدة عسكرية خارج حدود الولايات المتحدة الأمريكية موجودة في قطر. يبقى إذن نقول إنه العيلة الحاكمة في قطر بدون إرادة سياسية حقيقية، هو ده اللي بنتكلم فيه، سلب الإرادة. تمام اللي بيحمي وجود هذه العائلة على سدة الحكم في قطر هي القوى العسكرية الأمريكية، وبالتالي إذن الإرادة السياسية لحكام قطر مسحوبة ومسلوبة. قناة الجزيرة هي قناة بتنفذ سياسة الولايات المتحدة الأمريكية، سياسة إسرائيل. وأنا بحب أقول إنه الجزيرة مباشر من تل أبيب مش من قطر يعني ولا بتاع، لأن هم بينفذوا بطريقة فجة وواضحة عملية احداث البلبلة طوال الوقت في الرأي العام وتوجيه الرأي العام وخلق نوع من انواع الفتنة والفرقة بين صفوف الدولة اللي هما بيستهدفوها. يبقى الاعلام جزء او اداة مهمة من الادوات اللي بيتم استخدامها. برضو احنا شفنا خلال الفترة من 25 مقاطع الفيديو طبعا من خلال 25 بتاع شفنا كثير من القنوات الإعلامية هنا في مصر اللي وبعض الإعلاميين اللي بيتم تمويلهم عن طريق شركات الإعلانات. طبعا شركات الإعلان اللي كانت بتوجه في مسارات معينة. إذن الإعلام أداة من الأدوات اللي بتعمل غسيل وتوجيه للرأي العام، حتى بس مش في مصر، في خارج مصر، في اوروبا، في دولهم. يعني هو بيعمل توجيه. نموذج مثلا من اللي عملته من الجزيره بس عشان يبقى واضح. يعني في معايا في فيديوهات. لا انا معايا حاجه عمليه. طب كويس. تمام تمام. في فيديوهات لعبد الرحمن عز وهو بيتكلم في ده على اليوتيوب، وهو في رابعه وبين اول بيقولوا الطيارات بتضرب وبيضربوا الناس في في في, في رؤوسهم وبتاع ومش عارف ايه، وبعدين الواد بتاع الجزيره عمال يشاور يقول له بيضربوهم في باين ايده بقى باينه قوي يعني وبتاع بيضربونا في رؤوسنا وفي رقابينا وبتاع باينه قوي. في فيديوهات انه الناس اللي هم قالوا عليهم ان هم ماتوا الجيش ضربهم وبتاع، وفي ناس واحد برجليه بيتحرك وبتاع ومش عارف. في كثير من الفيديوهات اللي بتوضح انه يعني عمليه تلفيق لتوجيه الراي العام. ده الاعلام اداه من الادوات. عندنا الطابور الخامس، والحقيقه انه مصطلح الطابور الخامس تم استخدامه سنه 1936 من قبل القوات الاسبانيه فرانكو، وهو داخل مدريد بتوجه بالزحف المدريد قادة القوات الوطنية الأسبانية، وكان الجيش بتاعه مكون من 4 طوابير وقال انه احنا في طابور خامس موجود لينا اللي هيساعدنا جوه. وسياسيا بقى تم يعني استخدام هذا المصطلح الطابور الخامس في عملية اثناء الحرب الباردة، عملية ان بيبقى ليك جواسيس في الدولة اللي انت مستهدفها.
الطابور الخامس بقى يعني زي ما قلت اديت مثال من شويه جورباتشوف، ده مثال خارجي انه بيصل الى سلطه الحكم في الاتحاد السوفيتي، وبعدين بيتم تفكيك الاتحاد السوفيتي الى دول بقى، ده نتيجه وصول الطابور الخامس.